خلونا ننتقل للهيئة العامة للاستعلامات اللي أكدت النهاردة أن بعض وسائل الإعلام البريطانية نشرت تقارير مغلوطة عن وصول جثمان السائح البريطاني ديفيد هامفريز عقب وفاته بمدينة الغردقة بدون القلب والكليتين. والحقيقة أن بعض الصحف تسرعت بالحديث عن سرقة أعضاء، ومن هذه الصحف للأسف صحيفة الديلي ميل، واتكلموا عن انتزاع يعني هذه الأعضاء أو سرقتها زي مثلا صحيفة السن. كمان الهيئة قالت، هيئة الاستعلامات قالت انه من اجل استجلاء الحقيقه كامله وبكل دقه تواصلنا مع الجهات المعنيه وحصلنا على المستندات الكامله بشان هذا الموضوع، واللي اثبتت ان العينات اللي تم اخذها من جثمان المتوفي المذكور تمت باسلوب طبي وسلمت رسميا لمعامل التحليل الحكوميه في اسيوط والقاهره للتدقيق في سبب الوفاه. وطلبت الهيئه، هيئه الاستعلامات، وسائل الاعلام بضروره تحري الدقه والاطلاع على كافه جوانب الموضوع واستطلاع رأي الأطراف المعنية قبل النشر وإثارة البلبلة وتوجيه التهمات والوصول إلى استنتاجات غير صحيحة والإضرار بسمعة ومصالح العديد من الأطراف.